بالفعل انطلقت فعاليات مهرجان الخيول العربية في نسخته ال 28 بأرض الفروسية بمحافظة الشرقية. بيتم تنظيمه بمشاركة عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وبيشارك في المهرجان أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع ومحبي الخيول من المصريين والعرب من دول عربية والسعودية والإمارات والكويت وقطر وعدد من الزوار الأجانب كمان. يعني زي ما انت قلت كده أرض الفروسية، خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معنا على الهاتف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية. بنصبح على حضرتك معالي المحافظ، ويعني في البداية أنا عندي استفسار، ليه دائما بيطلق على الشرقية أرض الفروسية؟ دائما عارفين أن الشرقية هي التي تحتضن الفعاليات الخاصة بالخيول العربية، ودائما هي اللي الأرض الخاصة بهذا الأمر. تاريخيا يعني مرجعيات هذا الأمر إيه قبل ما نتكلم عن المهرجان حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، صباح الخير. اهلا، صباح الخير على حضرتك. انا برحب بكم المشاهدين. طبعا الشرقيه الشعار الرئيسي بتاع المحافظه هو الخيل الحصان، ده الرمز الاساسي فيها. صارت من المؤسسات في مدينه بلبيس بالذات ان الخيل الاصيل العربي كان اساس هذه المنطقه. ده مهرجان سنوي بيتعمل، احنا ان شاء الله بنجتهد ان المهرجان يكون كل سنه افضل من السنه اللي قبلها. السنه دي احنا عندنا يعني كثافه الحمد لله رب العالمين، كان في حضور من اكثر من محافظه تاييدا لمحافظه الشرقيه. في نفس الوقت احنا استخدمنا ان بالتواصل والعلاقات ان ان شاء الله العدد كان السنه دي اكبر من السنين اللي قبل كده. اتفضل. سيادة المحافظ، يعني مهرجانات الخيول سواء ليها علاقة بالمسابقات أو الجمال أو أي حاجة بتتعلق بالخيول بتلاقي رواج كبير قوي بالذات مع الدول العربية، هل في طموحات يمكن بجذب سياحة أو هذا النوع من السياحة لمحافظة الشرقية؟ هو أكيد هي لما ما يكونش تحت رعاية وزارة السياحة بالاشتراك مع المحافظة إلا يكون إن شاء الله في هدف سياحي أساسي فيه، وهدف كمان ان احنا بطريقه ما بنصل ان احنا نحافظ على السلالات بهذا التشجيع، لان لما بيتكرر المؤتمر في محبين جدا ليه فبيتنافسوا على ان مين فيهم اللي يفوز، فبنوصل لسلالات افضل، بنوصل لمستوى عالمي في بالنسبه للخيول. باكد ان الدول العربيه اللي بتحضر معانا في بعضهم اقترح علينا ان احنا عايزين يعملوا مؤتمر في بلادهم مماثل ونكون احنا مشاركين فيه، ويكون الاسم الاساسي تضامنا مع محافظه الشرقيه. طب على كده اكيد في فعاليات كتيره هيتضمنها هذا المهرجان، اهمها ايه وابرزها ايه وازاي هيبقى يعني الحضور لافت ومميز للجميع؟ احنا المهرجان على مدى 3 ايام، يعني كان امس واليوم ان شاء الله وغدا. بيبقى امس واليوم في الجمال ده حاجه انت تشوف الاستعراض بتاعه حاجه تساعدك لما تشوف جمال الخيول فعلا. طبعا القبائل العربيه هنا الموضوع بالنسبه لهم بيمثل حدث مهم، الحضور من الدول العربيه، الحضور من المزارعين، من شخصيات مهمه جدا كانت حاضره معانا اللي هم مختصين بهذا المجال. بعد كده اليوم الثالث بيبقى في الادب، والادب ده بيبقى له شعبيه جدا في الحضور. انا اللي اعرفه انه في يعني وعندنا في مصر بيبقى في مشاركه سعوديه كبيره، هل في دول ثانيه بتشارك؟ لا، كمان في قطر وفي الكويت وفي الامارات. يعني هل احنا متميزين، خيولنا متميزه اكتر في ايه، في الادب ولا في الجمال ولا في السباقات؟ يعني احنا احسن في ايه؟ تستمروا معانا، احنا مرينا الوقت متاخر بالليل وده هيحصل في ال3 ايام، لان احنا بنبدا الساعه 4. وان شاء الله يعني نتمنى دي بتنقل الناس، دي بتنقل صوره كويسه جدا عن مصر، عن مستوى التنظيم المعمول، عن الجمال فعلا في التنظيم نفسه كمان. صحيح صحيح، بيظل الخيل العربي هو سمه من سمات مجتمعنا وسمه من سمات الباديه المصريه وايضا سمه من سمات محافظه الشرقيه. كل الشكر للمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وإن شاء الله تمنياتنا بمهرجان رائع للخيول.